طيب اول مسؤول التقيت بيه بقى في النادي الاهلي، اول يا كابتن اول مسؤول غير امير بقى، هو استاذ امير. انا ما شفتوش الا ساعه انت قلت النوشات مرتين. الاولانيه بس، بعد ثم كده كان موجود الكابتن سيد عبد الحفيظ، اي ما لحقتوش انا، مشي. بعد كده جه الكابتن خالد بيبو، اي بس الناس قعدت معايا واتكلموا معايا، يعني ما كانش في اي حاجه خالص. كان اول حاجه ليا كانت معسكر النمسا، نعم يمكن انا شفت كابتن محمود الخطيب، نعم شفته مره واحده. دي اول صورة، امير توفيق عبد الرحمن، مظبوط كده. محمود صاحبي. دي اول صورة، ده اول ما ده في ماتش للنادي ايوه، الاهلي. ده كان ماتش حرس الحدود اللي النادي الاهلي اتوج بيه بالدوري. تمام، حلو. كان ده اول ماتش ليا احضره. طيب كمل. جيت بعد الكابتن خالد بيه، كابتن محمود الخطيب، لا احكي لي، ما عنديش الحوار ده، ما انا عنديش شفتش الكابتن محمود الخطيب الا 3 مرات او 4 مرات. لحد دلوقتي ساعة ما دخلت النادي، غير المقابلات اللي في بالظبط. اللي في الملعب. بس فيس تو فيس كده 4 مرات او 3 مرات، حاجه زي احكي لي كده. اول لقاء اول مره طبعا لما شفته قابلته فين؟ هيبه طبعا كان في معسكر النمسا. في المعسكر. حلو قوي. طبعا مهما اتكلم عليه طبعا مش عارف اديله حقه. كابتن محمود بيتعب معانا طبعا، كابتن الخطيب بيتعب معانا طبعا. انت بتحب الكابتن خطيب من طبعا زمان ما اصلا؟ فيش حد يا كابتن. نعم. هو ده سؤال يا كابتن؟ ما طبعا سؤال. ما فيش حد ما يحبش الكابتن محمود الخطيب طبعا. نعم. ولما اتعاملت معاه حبيته اكتر؟ طبعا طبعا، نعم. شخصية محترمة جدا. تقابلنا اول مرة في النمسا. احكي لي اللقاء هقول لك، الاول. هو قعد، احنا قعدنا دقيقتين بالظبط، دقيقتين. دقيقتين والله. قال لي كلمتين فيهم، واحد. قال لي عايزك تركز، ما تشغلش بالك بحاجة. تاني حاجة، ما تخسرش جمهورية نادي الزمالك. ما تخسرش وانا جمهور لحد وقتنا هذا، انا مش هنساله الكلمة دي، الله. وانا لحد وقتنا هذا عمري ما اخسر جمهور الزمالك. ده الكابتن الخطيب اللي بيطلب قال لي منك، كده، رئيس النادي الاهلي، قال لي كده وانت جاي من نادي الزمالك، والله، قال لك قال لي ركز كده، مالكش دعوه بحاجه. وقال لي ركز في الملعب، مالكش دعوه باي حاجه تانية، وما تخسرش جمهور نادي ده الزمالك. ايه الاحترام ده؟ والله العظيم انا فضلت باصص له كده، وبصيت له قلت له حاضر يا انت مش كابتن. متعود على الكلام ده. عدها لي انا، عدها لي انا. فبعدين بصيت له كده، شكرته طبعا، وقلت له حاضر يا كابتن، هيكون عند حسن ظنك ان شاء الله. اللقاء الثاني، اللقاء التاني كان ساعة المشكلة اللي حاصلة يعني وكده، نعم، كان واقف في ظهري بصراحة لحد في وقتنا ظهرك. هذا طبعا، واقف في نعم. ظهري وعلى طول يعني معايا يعني إذن بيكلمني. بتلاقي مساندة ورعاية، وقلت طبعا كلمة مهمة جدا، حب طبعا داخل النادي الأهلي. طبعا انا جبت. طيب هو قال لك ما تخسرش جمهور نادي الزمالك، أنت حاسس إن أنت خسرت جمهور الزمالك خالص والله، خالص؟ انا من ساعة دخولي النادي الاهلي انا ما عملتش اي تصرف او اي حاجة تضايق نادي الزمالك او لعيبة نادي الزمالك او جمهور نادي الزمالك. نعم. بالعكس، انا اللي بتعرض لكل حاجة. ويمكن انا كابتن طلعت بعد السوبر، طلعت قلت انا هطلع في وقت ان شاء الله، يبقى وقت ان انا يبقى في وقت ان انا اتكلم فيه وهقول كل حاجه. نعم. وانت النهارده بتتكلم من قلبك، بالظبط بتحكي كل حاجه بالظبط. في حاجه